قلت لك الحمد لله على التأهل. اليوم جمال كان في نهاره الحمد لله يا ربي، دار الكلوس تاعها بارتياح، وان شاء الله غدوه راه عندها النهائي ان شاء الله يا ربي. كل الشعب الجزائري راه يدعي له، ورانا من السقور من توسنينا رانا ندعو له بالله ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقه. وشنا اليوم كان مليح والحمد لله يا ربي، وغدوه ان شاء الله يفرحنا ويفرح الشعب الجزائري ويدي الميداليه لكل الشعب الجزائري. وان شاء الله يا ربي احنا رانا فرحانين به، والجزائر فرحه فيه، والجزائر كاع راه تدعي له لانه هو ولد حلال، راضينا هو اللي يجيه. والحمد لله يا ربي اليوم فرحنا وفرح الجزائر كل، وان شاء الله يرفد الاعلام في فرنسا. احنا جمال راه في 5 سنين يخدم على هذه الميداليه، ان شاء الله اليوم بين وخدم وتعب عليها، وان شاء الله غدوه يفرح الشعب الجزائري. احنا نقول له ان شاء الله يا جمال خد في غرضك بالسياس، وان شاء الله بربي راك في راك تدي الميداليه الذهبيه. جمال هو طفل ولد عمنا وخونا، وانسان متواضع، انسان قليل، انسان بسيط، وربي جاب له في الاولمبيات راهو يجري وراه مفرحنا، وان شاء الله لا فينا ان شاء الله ندي ذهبيه ويفرح. انا تابو طريق التلفاز، لا غالب ما تقناش بها نروحوا للاولمبيات في فرنسا نتفرجوا عليه، ولكن رانا هنا نتابعوا فيه، وراه مشرفنا وان شاء الله يزيد لا فينال يربح الذهبيه ويفرحنا، نفرح كامل الشعب الجزائري. كاع راهم يتابعوا فيه وكاع رانا فرحانين فيه، ولكن هو انسان بسيط، انسان متواضع، وان شاء الله يفرحنا في لا فينال. تحيه الجزائر، تحيه الجيش الوطني. تأهل النهائي، تأهل النهائي كان مليح وكان في المستوى، كان في المستوى جمال، وان شاء الله يدي لا فينال. نتمنوا له لا فينال والذهبيه ويفرحنا ويفرح كامل الشعب الجزائري. شكرا لقناة النهار لانها راه تتابع فينا وراها معنا هنا.